أهلا بكم في ليلة معكم مازم علي ونناقش فيها استمرار معاناة أهالي زليطن جراء ارتفاع منسوب المياه الجوفية، ومجلس النواب والأعلى للدولة يعلنانها مدينة منكوبة، وفريق من الخبراء يصل إلى المدينة لتقييم الظاهرة والمساعدة في إيجاد حلول لها. نناقش كل ذلك في حوارية الليلة عقب ساعة إخبارية مفصلة تتابعون عناوينها مع رفع المكوش. شكرا أزم. مجلس النواب والدولة يعلنان زليتن مدينة منكوبة، ووزارة التعليم ترصد تضرر 40 مؤسسات تعليمية من ارتفاع منسوب المياه. خلال اجتماع اللجنة الأفريقية رفيعة المستوى، الملف يؤكد على أهمية دعم دول جوار ليبيا لمسار المصالحة الوطنية. عاقل صالح يصل الدوحة رفقة عدد من النواب في زيارة رسمية بدعوة من رئيس مجلس الشورى القطري. وتشاركني في تقديم نشرة الليلة الزميلة مروى العلوش. شكرا لك رافع. وفي نقطة نقاش الليلة تتابعونا، خلال اجتماعه باللجنة الأمنية والفنية المكلفة بمتابعة قطاع الصحة، نائب رئيس الحكومة رمضان بوجناح يؤكد الشروع غدا في توزيع الأدوية على مرضى الأورام والبدء في إعادة المرضى من الخارج لعلاجهم بالداخل. نتساءل في نقطة نقاش الليلة عن مدى توفر الأدوية لجميع المرضى، وعن الآلية التي سيتم بها إرجاع المرضى للعلاج في الداخل، وإمكانية توفر المعدات لعلاجهم. وفي ليلتنا جولة على أبرز أخبار الاقتصاد والرياضة. أما رافع سنتعرف على أبرز عناوينها مع الزميلين حمزة الديش ومحمد البرج، تفضل. شكرا لك ربما. في جولتنا الاقتصادية لهذه الليلة، ارتفاع في أسعار العملات الأجنبية بالسوق الموازية، والدولار يسجل 6 دنانير و200 درهم. وفي جولتنا الرياضية لهذه الليلة، فريق الاتحاد يقدم لاعبيه الجدد لتدعيم الفريق الأول لمرحلة إياب الدوري الممتاز لكرة القدم. كتاب في عناوين الليلة، من فلقكم على رأس الساعات المقبلة، ابقوا معنا. أهلا بكم إلى التفاصيل. قالت عضو المجلس الأعلى للدولة أمينة المحجوب، قالت إن المجلس أعلن خلال جلسته اليوم زليتن مدينة منكوبة، مشيرة إلى أن اللجنة المكلفة من المجلس قدمت تقريرا مفصلا حول الوضع بعد زيارتها للمدينة. وأضافت المحجوب في مداخلة مع الأحرار أن بعض المنازل في وضع كارثي وهي على وشك الانهيار، موضحة أن بعض الأعضاء اقترحوا توفير ميزانية طوارئ للمجلس البلدي زليطن لمعالجة المشكلة والحد من آثارها وتخفيف معاناة سكان المدينة، إضافة إلى إخلائها وإلزام الحكومة بتوفير سكنا بديلا للأهالي إلى أن يتم حل الأزمة بحسب تعبيرها. أعلن مجلس النواب مدينة زليطن مدينة منكوبة نتيجة لأزمة ارتفاع منسوب المياه، كما طالب الحكومة المكلفة بتخصيص ميزانية لها. هذا وناقش المجلس في جلسته التي ترأسها النائب الأول لرئيس المجلس فوزي النويري سبل معالجة الأزمة التي تمر بها زليطن، ومتابعة تقارير فرق الخبراء الإنجليزية والمصرية بالخصوص، إلى جانب إنشاء هيئة للتعامل مع الكوارث الطبيعية والطوارئ. بدوره أكد المتحدث باسم مجلس النواب عبد الله بلاحق إعلان المجلس لزليتن مدينة منكوبة واعتمادهم مقترحا لإنشاء صندوق للتنمية وإعادة إعمار ليبيا، مشيرا إلى تصويت المجلس بالأغلبية على تعديل القانون رقم 5 الخاص بقوة الشرطة. صوت المجلس بالإجماع على إعلان مدينة زليتن مدينة منكوبة وتخصيص ميزانية الطوارئ للمدينة، وكذلك تكليف الحكومة الليبية بمتابعة الأوضاع في المدينة. تم مناقشة الطلب المقدم من عدد من السادة الأعضاء أعضاء مجلس النواب بمقترح إنشاء صندوق التنمية وإعادة إعمار ليبيا، وبعد مناقشة المقترح تم التصويت بالأغلبية بالموافقة على المقترح المقدم.
تفقد وفد من وزارة التربية والتعليم المؤسسات التعليمية التي تضررت جراء ارتفاع منسوب المياه الجوفية في مدينة زليتن. وأفاد مراقب التربية والتعليم بالبلدية بأن 4 مؤسسات تعليمية في محيط المنطقة تأثرت بارتفاع منسوب المياه الجوفية. من جهته قال وكيل الوزارة لشؤون المراقبات محسن الكبير، قال إن الهدف من الزيارة هو حصر الأضرار التي طالت المؤسسات التعليمية والقيام بإجراءات استباقية، مضيفا أن الوزارة ستتخذ الإجراءات لتحويل التلاميذ إلى مدارس بديلة إذ قامت البلدية بأي إجراءات إخلاء. تتصاعد تداعيات أزمة ارتفاع منسوب المياه في مدينة زليتن وسط فشل محاولات حلها، فبحسب فريق المكتب الاستشاري البريطاني فإن تشخيص هذه الظاهرة يحتاج إلى دراسة دقيقة حتى يتم معالجتها جذريا. في هذه الأثناء بدأت زليتن في تلقي وفود من الخبراء من مختلف المؤسسات والهيئات الوطنية شرقا وغربا، فقد أخذ فريق متخصص تابع للمؤسسة الوطنية للنفط بأخذ عينات من المياه بالمناطق المتضررة لمحاولة تفسير هذه الظاهرة. هذه الأزمة امتدت لتصل إلى محلة بئر الغنم في مدينة الزاوية، حيث أفاد مختار المحلة بأن مشكلة ارتفاع منسوب المياه في المنطقة ما زالت في بدايتها ولم تصل لمرحلة الخطر، مضيفا للأحرار أن عائلة واحدة فقط نزحت من منزلها مع استمرار شفط الأماكن التي حدث فيها تسريب للمياه. وتعمل الحكومتان على إثبات اهتمامها بالأزمة، حيث أفادت الحكومة المكلفة من قبل البرلمان بوصول فريق خبراء مصري إلى بلدية زليتن لدراسة ظاهرة ارتفاع منسوب المياه الجوفية وسط استمرار شكاوي السكان من ازدياد تداعيات هذه الأزمة دون وجود حلول جذرية للتعامل معها حتى الآن. ينضم لنا عبر الهاتف من طرابلس وكيل وزارة التعليم بحكومة الوحدة محسن الكبير. أهلا بك سيد محسن، كيف يبدو واقع المدارس في زليتن وما أنواع الأضرار التي حصرتها الوزارة اليوم؟ أولا بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين. الحقيقة زيارتنا اليوم تأتي في إطار حرص وزارة التربية والتعليم على انتظام واستمرار الدراسة لجميع أبناء الطلبة في مختلف البلديات، خاصة وأن في بداية هذا العام الدراسي حدثت بعض المشاكل جراء عاصفة دانيال في المنطقة الشرقية. لا نريد أن يضطرب هذا العام الدراسي، خاصة وأن البداية كانت بداية جيدة، فنحرص وتحرص وزارة التربية والتعليم على أن تستمر في جميع بلديات البلاد. الحقيقة اليوم قمنا بزيارة لبعض المدارس اللي بها بعض الأضرار، الحقيقة تشققات في بعض المباني، وتحسبا لأن تقرر الجهات المختصة ربما نتيجة بعض البرك اللي تكونت، وجود بعض الحشرات أو الأوبئة التي تمنع استمرار السكان في هذه المناطق من أن نجد بدائل للطلاب في المدارس في المناطق التي تقرر ربما المركز الوطني لمكافحة الأمراض أو أي جهة أخرى مختصة إخلاء بعض المحلات ربما والمناطق. قمنا بزيارة لعدد 4 مدارس بها فعلا بعض التشققات وهبوط في بعض الأرضيات، ولكن تمت المعالجة السريعة لهذه المشاكل. إلى حد الآن بالنسبة للمؤسسات التعليمية لا توجد حقيقة مخاوف كبيرة، فقط المخاوف كما ذكرت من ربما إخلاء يحدث نتيجة تداعيات أخرى. سنجد البدائل سريعا ونحاول أن نجعل خطط استباقية لأي معالجات تقررها الحكومة. نعم، طيب كم يقدر عدد الطلبة في هذه المدارس المتضررة؟ وما هي أسماء هذه المدارس؟ أين تقع مثلا في مدينة زليتن؟ في أي منطقة تحديدا؟ الحقيقة هي تقع في كلها في مناطق متفاوتة على حوالي 15 إلى 20 كيلومتر مربع هذه المدارس. عدد 4 مدارس لا يحضرني الحقيقة أسماءها الآن، ولكن عدد المدارس يتراوح في كل مدرسة بين 1700 مدرسة فيما بينها، أي بإجمالي لا يزيد عن 4000 طالب. طيب يعني هذه المدارس الآن ما زالت تعمل؟
نعم لا زالت تعمل هذه المدارس. طيب ما هي الإجراءات التي ستتخذها الوزارة لتحويل التلاميذ إلى مدارس بديلة أخرى؟ اسمح لي سيد محسن، يعني ما هي الإجراءات التي ستتخذ من قبل وزارة التعليم لتحويل التلاميذ إلى مدارس بديلة مثلا، إذ قامت البلدية بأي إجراءات إخلاء للمنطقة بشكل كامل؟ هذا بالتأكيد يعتمد على عدد المدارس في المنطقة أو المناطق التي تقرر الجهات المختصة من الناحية الصحية أو من ناحية أخرى. سنحاول أن نجد أماكن بديلة، ربما نستعين ببعض المرافق التعليمية الأخرى مثل الكليات أو المعاهد أو حتى المدارس الأخرى في الأماكن التي لا يوجد بها أضرار حتى تستوعب هؤلاء الطلاب. طبعا المدارس قد لا يصيبها انهيار كامل أو أي شيء من هذا القبيل، وبالتالي لا توجد حلول بتوطين مدارس أخرى في نفس المناطق. المشكلة فقط هي التخوف من وجود تداعيات صحية أخرى في بعض الأماكن التي تكونت فيها برك ومستنقعات. ولكن في تصوري وما لاحظناه من مجهودات للبلدية ودعم من الحكومة للحد أو ربما لمنع حدوث أمراض أو بعض الحشرات، البلدية تقوم بمجهود كبير الحقيقة في الحقيقة مكافحة هذه المستنقعات ورشها بالمبيدات اللازمة. نعم، ما مدى احتمالية أن يمتد هذا الضرر لمدارس أخرى؟ وكم هي المدارس، كم عدد المدارس التي من المحتمل أن تتضرر في هذه المنطقة؟ عموما هذا الأمر أو الحكم على هذا الأمر لا نختص به كوزارة التربية والتعليم، هناك جهات معنية هي المختصة بتقدير الأسباب والتداعيات التالية. ولكن بحسب اجتماعنا مع السيد عميد البلدية هذا اليوم، يعني حوالي 11 مدرسة ربما تكون في طائلة الضرر إذا ما تفاقم هذا الضرر. نعم، إذا كنت معنا عبر الهاتف من طرابلس وكيل وزارة التعليم بحكومة الوحدة محسن الكبير، شكرا جزيلا لك. أكد رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي أهمية دور دول جوار ليبيا لضمان توسيع الجهود الإقليمية الداعمة لمسار المصالحة الوطنية. هذا وأكد المنفي خلال كلمته في اجتماع اللجنة رفيعة المستوى للاتحاد الإفريقي المعنية بليبيا، أكد عزم المجلس أن تكون مخرجات مؤتمر المصالحة المزمع عقده في سرت حجر الأساس في مسيرة الليبيين نحو الوحدة والوفاق والتنمية. كما أشار المنفي لأن إنجاز المصالحة الوطنية على أسس سليمة ودون أن يتخلف عن ركبها أي طرف سيعزز من فرص إجراء الانتخابات الشاملة التي ستحظى نتائجها بقبول الليبيين وفق تعبيره. نحن مدركين أن المصالحة تتطلب إرادة سياسية وقيادة مشتركة وبناء الثقة والمساءلة والشفافية، فضلا عن التوزيع والاستثمار العادل للموارد. لذلك عملنا من خلال دراسة استقصائية قامت بها جامعة بنغازي على التعرف على شواغل الليبيين بما يؤدي إلى تقريب المسافات الفاصلة بين أصحاب المصلحة وتذويب الخلافات وجسر الهوى بينهم بما يرسخ قيم الحوار والمصالحة والعفو إلى جانب جبر الضرر والعدالة الانتقالية التصالحية. بدوره قال الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون إن الأزمة الليبية مستمرة بسبب التدخلات الخارجية وسياسة الاستقطاب بين القوتين الأجنبية والمحلية، مضيفا أن الليبيين ضاقوا ذرعا من استمرار الانقسام السياسي وتأجيل التسوية السليمة للأزمة. ودعا تبون في كلمة تلاها نيابة عنه ممثله الوزير الجزائري الأول نذير العرباوي في اجتماع اللجنة رفيعة المستوى للاتحاد الإفريقي حول ليبيا، دعا الليبيين إلى تجاوز حالة الانسداد الحالي عبر إعادة بناء شرعية المؤسسات، معتبرا أن الحل لا يأتي إلا عبر مسار يكرس مبدأ السيادة الوطنية ويتولى الليبيون فيه زمام أمورهم، مشددا في ذات الوقت على ضرورة إنهاء جميع أنواع التواجد العسكري في البلاد. تعين على الشعب الليبي الشقيق تحديد مستقبله والتجاوز الانسداد الحالي عبر إعادة بناء شرعية المؤسسات الليبية
أجدد الدعوة لكل الأطراف الخارجية المعنية بالشأن الليبي من أجل الالتفاف حول هذا المسار البناء والالتزام باحترام سيادة ليبيا ووحدة أراضيها واستقلالية قرارها، ذلك أن أي حل نهائي للأزمة لن يتأتى إلا عبر مسار يكرس مبدأ السيادة الوطنية. بدوره جدد وزير الشؤون الخارجية التونسي نبيل عمار موقف بلاده الداعمة للتسوية السياسية في ليبيا وحرصها على العمل لتقريب وجهات النظر بين مختلف الأطراف للتوصل إلى تسوية بعيدا عن التدخلات الخارجية. هذا ودعا عمار خلال كلمته في اجتماع اللجنة الرفيعة المستوى للاتحاد الإفريقي المعنية بليبيا، دعا إلى توحيد الجهود من أجل المصالحة الوطنية الشاملة، معتبرا أن هذه القمة تمثل مناسبة متميزة لتقريب وجهات النظر وفق تعبيره. وصل رئيس مجلس النواب عقيل صالح والوفد المرافق له إلى العاصمة القطرية الدوحة لبحث مستجدات الأوضاع الراهنة بناء على دعوة رسمية من رئيس مجلس الشورى القطري. هذا وكان في استقبال صالح لحظة وصوله رئيس مجلس الشورى بدولة قطر حسن بن عبد الله الغانم والسفير القطري لدى ليبيا خالد الدوسري. ويرافق عقيل خلال زيارته أعضاء المجلس عدنان الشعاب وعيسى العريبي وإدريس المغربي، ويشار إلى أن هذه الزيارة تعد الثانية لرئيس مجلس النواب إلى قطر، حيث زار عقيل الدوحة أواخر عام 2022. هذا وقال عضو مجلس النواب عيسى العريبي أن زيارة الدوحة تأتي في إطار حشد الدعم لتشكيل حكومة موحدة جديدة وإجراء الانتخابات في البلاد. وأضاف العريبي في مداخلات مع الأحرار أن المجلس يحاول التواصل مع الجميع للتباحث حول الشأن السياسي في البلاد وتوضيحه للدول الصديقة، مشيرا إلى أن الزيارة تمت بدعوة من رئيس مجلس الشورى القطري وأنهم سيعقدون عدة لقاءات مع مسؤولين قطريين لبحث المشهد السياسي في ليبيا. اعتبر رئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالا القوانين الانتخابية التي أصدرها مجلس النواب معيبة وغير توافقية، مشيرا إلى أن مجلسه لم يتدخل في عمل البرلمان مطلقا. وأضاف تكالا في تصريحات لجريدة الاندبندنت أن أمر القوانين الانتخابية ينبغي أن يصحح عبر تشكيل لجنة مشتركة بين مجلسي النواب والأعلى للدولة لتعديلها. قوانين معيبة وغير توافقية ولم نتدخل في عمل مجلس النواب مطلقا، كان هذا رد رئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالا عند سؤاله عن القوانين الانتخابية التي أصدرها مجلس النواب سابقا، مرجعا السبب إلى كون هذه القوانين بحاجة للتصحيح بحسب تكالا. تصحيح يجب أن يكون عبر تشكيل لجنة مشتركة مكونة من المجلسين بهدف التعديل. أما عن موقف مجلسهم فيما يخص ترشح مزدوجي الجنسية والعسكريين، فقد جدد تكالا رفضه لذلك معللا السبب بضرورة إبعاد البلاد عن الدكتاتورية وسيطرة العسكر، رأي لم يشاطره فيه رئيس مفوضية الانتخابات عماد السايح الذي قال أن المفوضية ليست لديها أي ملاحظات جوهرية على القوانين الانتخابية، مشددا على ضرورة وجود حكومة واحدة تتحمل مسؤولية الإشراف اللوجستي والأمني على إجراء الانتخابات. بالتزامن مع ذلك أكد السايح جاهزيتهم لوجستيا لإجراء الانتخابات بنسبة 70% هذا العام، قائلا إن 30% الباقية من الجاهزية للانتخابات تتوقف حاليا على ما تنص عليه القوانين الانتخابية. ومع تباين مواقف مختلف الجهات تجاه القوانين الانتخابية، ما يزال الركود السياسي سيد المشهد رغم محاولة كافة الأطراف عقد اجتماعات مكثفة بغية الوصول للتوافق المفقود.
التقى النائب الأول لرئيس مجلس النواب فوزي أنواري مع عدد من أعضاء مجلسي النواب والأعلى للدولة عن مدينة الزاوية لبحث الحلول العاجلة للتحديات التي تواجهها المدينة. الاجتماع الذي عقد بمقر فرع ديوان مجلس النواب بمدينة طرابلس حضره أيضا أعضاء مجلس الأعيان والحكماء، وناقش وضع الاستراتيجيات والإجراءات المستدامة لتحقيق الاستقرار في الزاوية وإزالة كافة التحديات القائمة وصولا إلى وضع آمن ومستقر يشمل عموم المنطقة والبلاد. مباشرة مشاهدين إلى جولة في أبرز أخبار الاقتصاد. نعم رافع، إذن مباشرة للزميل محمد القرش. شكرا لكم. ارتفعت أسعار صرف سلة العملات الأجنبية أمام الدينار في مستهل تعاملات السوق الرسمية وفق بيانات مصرف ليبيا المركزي هذا اليوم، حيث سجل سعر صرف الدولار 4.848 دنانير، في حين سجل سعر صرف اليورو 5.229 دنانير، وقد بلغ سعر صرف الجنيه الاسترليني 6.168 دنانير. هذا وسجلت أسعار صرف العملات الأجنبية في السوق الموازية في تعاملات الأحد ارتفاعا ملحوظا، حيث بلغ سعر صرف الدولار 6.300 دنانير، كما ارتفع سعر صرف اليورو أمام الدينار 6.602 دنانير، في حين سجلت صرف الجنيه الأسترليني 7.600 دنانير. انتظر المهتمون بسوق صرف العملات الأجنبية في ليبيا انخفاضا في أسعار الصرف عقب قرارات المركزي الأخيرة وفتح منظومة النقد الأجنبي، ولكن كما يقال تأتي الرياح بما لا تشتهي السفن أحيانا، فالسوق الموازية تسجل ارتفاعا بعد يوم واحد من فتح منظومة النقد من قبل مصرف ليبيا المركزي، وهو اتجاه لا يخدم مصالح التجار والمواطنين على حد سواء، وبالأخص مع تسجيل ارتفاع في أسعار السلع المختلفة وعلى رأسها الغذائية، حيث يحدث كل ذلك مع اقتراب شهر رمضان المبارك والمخاوف التي تصاحب الموسم من ارتفاع الأسعار. بالمقابل لم يخفي عدد من الخبراء مخاوفهم من إجراءات المركزي الأخيرة وعلى رأسها تخفيض سقف الأغراض الشخصية إلى 4,000 دولار، إضافة إلى الغموض الذي يلف مصير الدولار المتدفق نحو ما يصطلح على تسميتهم بصغار التجار، حيث يرى خبراء أنهم لم يشملوا في ضوابط المركزي الجديدة، الأمر الذي قد يعزز من توجههم إلى السوق الموازية. وبالحديث عن السوق الموازية والخشية من تغولها، تبرز مخاوف أخرى من فقدان رؤوس الأموال التي يحولها التجار إلى المصارف التجارية من خلال شراء النقد الأجنبي، وهو ما سجل بالفعل خلال الأسابيع الماضية مع أزمة شح السيولة في عديد المناطق وتراجع أسقف سحب الأموال من المصارف بعد أن شهدت انفراجة خلال السنوات الماضية. هذا وخطب مدير إدارة الرقابة على المصارف والنقد بمصرف ليبيا المركزي ناجي العيسى، خطب شركة معاملات الخدمات المالية بالعمل على تفعيل جميع البطاقات المحلية المصرفية على جميع آلات السحب الذاتي. هذا وأشار المركزي في تصريحات للأحرار أنه طالب الشركة بالعمل على تحديد أسعار الخدمات والعمولات وفقا للأسعار المعتمدة، مهددا آخر موعد لربط البطاقات بتاريخ 20 فبراير الجاري. وفي ذات السياق، يشتكي المواطنون في مناطق بلدية وادي عتبة من شح السيولات النقدية منذ 4 أشهر، وذلك في ظل ارتفاع الأسعار وتزايد الأعباء والمصاريف اليومية على كاهلهم. المزيد في تفاصيل الزميل عبد السلام الطاهر. يشتكي المواطنون في مناطق بلدية وادي عتبة من شح السيولات منذ 4 أشهر، وذلك في ظل ارتفاع الأسعار وتزايد الأعباء والمصاريف اليومية. الآن المواطنين يعانوا من عدم توفر السيولة، ما يقدروش يقتنوا محتاجاتهم، ما يقدروش يتحركوا، أيضا التجار ما يقدروش يسوقوا منتجاتهم ومزروعاتهم، وأيضا اللي هو أنشطتهم الاقتصادية توقف. الأزمة أثرت في الحركة التجارية للأسواق والمحلات التجارية، وتسببت في حالة من الركود يضاف إليها ضعف الدخل الشهري لشريحة واسعة من المواطنين. كانت
منطقة وادي عتبة عندنا نقص في السيولة، والأيام الجاية إن شاء الله مقيمين على شهر رمضان المبارك إن شاء الله العوادية وإن شاء الله الصيامين ويا رب لا تحرمهم بركاته. فنرجو بحكوماتنا المقدرة سواء المنطقة الشرقية أو المنطقة الغربية أن ينظروا لنا إحنا في الجنوب بهذا الموضوع، الحقيقة السيولة عندنا غير متوفرة الحقيقة. المواطنون ناشدوا حكومة الوحدة الوطنية للتدخل السريع لحل أزمة السيولة النقدية ووضع خطط وبرامج تضمن تحسين الوضع المعيشي للمواطن وتوفير احتياجاته. استعرض وزير النفط والغاز محمد عوان مع رئيس محفظة ليبيا أفريقيا للاستثمار مصطفى بوفناس استعرض نشاط المحفظة بالمشاريع الاستثمارية في مجالي النفط والبنية التحتية في البلاد وخارجها. من جانبها أبدت محفظة ليبيا أفريقيا استعدادها للدخول في شراكات استثمارية مع هيئات استثمارية كانت محلية أو دولية، حيث تم الاتفاق على تحديد المشاريع المستهدفة للتعاون فيها المدة القادمة. بحث مدير مكتب استرداد أموال دولة ليبيا وإدارة الأصول المستردة محمد المنسلي معايير التقييم الدولي وملفات الحوكمة ومكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب. مناقشات المنسلي جاءت خلال اجتماعه مع مدراء الإدارات الفنية في مكتب استرداد الأموال في طرابلس لمتابعة ملف تنفيذ استراتيجية المكتب للعام الجاري ومتابعة تقارير التحقق من العملاء ورصد العمليات المشبوهة وتقرير التحليل المالي الخاص بها. توقعت الشركة الليبية للموانئ وصول سفينة محملة ب307 حاويات من مختلف البضائع إلى ميناء طرابلس البحري على متن سفينتين خلال الساعات المقبلة. هذا وأشار فرع الشركة إلى قرب تفريغ شحنتين من السكر المكيس تقدر بأكثر من 50,000 طن، بالإضافة إلى قرب سفن أخرى على متنها شحنات من الوقود والحاويات تتضمن سلعا وبضائع مختلفة. إذا مشاهدينا ختام الجولة الاقتصادية لهذه الليلة، العودة إلى مروة ورافع، إليكما. شكرا لك محمد. بحثت اللجنة التحضيرية للمنتدى الدولي للتنمية وإعادة الإعمار في ليبيا خطوات وآليات تنفيذ مخرجات اجتماع رئيس حكومة الوحدة مع مسؤولي البنك الدولي بشأن تقييم الأضرار الناجمة عن الفيضانات. هذا وخلص اجتماع اللجنة الذي حضره وزراء الحكم المحلي والتخطيط والمالية والإسكان والتعمير إلى تشكيل لجنة فنية برئاسة الناطق الرسمي لحكومة الوحدة لوضع الأهداف من عقد الملتقى الدولي لإعادة إعمار ليبيا. هذا وقال وكيل النيابة بمكتب النائب العام علي إزبيدا، قال إن تأجيل محاكمة المتهمين في قضية انهيار سدي درنة يعود إلى طلب المحامين بالتأجيل لتمكينهم من إعداد الدفاع. وأوضح إزبيدا في مداخلة مع الأحرار أن 14 متهما من أصل 16 هم قيد الحبس الاحتياطي لعرضهم على المحاكمة في 5 تهم جنائية، بينما لا يزال متهمان خارج البلاد وأنهم يعملون على القبض عليهم لمحاكمتهم وفق قوله. أمام هذه الدعوة التي تحوي 16 متهما عن 5 تهم جنائية، أسست هذه التهم على مجموعة من الأدلة التي قدمت في آلاف المستندات، فيتعثر بالتالي على محامي المتهمين الإلمام والاطلاع على كافة هذه المستندات، مما طلبوا معه تأجيل نظر الدعوة إلى حين الاطلاع على ملف الدعوة وإعداد الدفاع بذلك. أجرى أعضاء النيابة العامة المكلفون بمتابعة تداعيات فيضانات درنة
زيارة تفقدية للعمليات التي تجريها هيئة البحث والتعرف على المفقودين بالمدينة. هذا وقام أعضاء النيابة بالاطلاع على أعمال الفرق الميدانية التابعة للهيئة بمواقع استخراج الجثمين مجهولة الهوية من مقبرتي مرتوبة والفتايح. كما أجرى الأعضاء زيارة للفريق الخاص بقيد الأهالي وفتح ملفات المفقودين في درنا. أكد نائب رئيس الحكومة رمضان بوجناح أن هيئة الأورام ستشرع غدا الثلاثاء في توزيع أدوية الأورام على جميع المراكز لكل من لديه بطاقة إلكترونية. هذا وأضاف أبو جناح للأحرار خلال اجتماعي رفقة رئيس هيئة مكافحة السرطان مع اللجنة الأمنية والفنية المكلفة بمتابعة قطاع الصحة، أضاف أنه تم تكليف لجنة من هيئة الأورام بحصر مرضى الأورام في تونس وإعادتهم إلى البلاد للبدء في علاجهم في الداخل. وهذه بشرى حقيقة لأهلنا المرضى المصابين بأمراض الأورام. سيبدأ غدا بإذن الله إن شاء الله توزيع أدوية الأورام على كل المراكز، مراكز الأورام في كل مدن ليبيا. كل من لديه بطاقة إلكترونية ومسجل في هذه المراكز سيتم توزيع جميع أدوية الأورام اللي يحتاجها مريض الأورام. أيضا خلصنا إلى قرارات أخرى ومنها تكليف لجنة من جهاز تطوير العلاج وكذلك هيئة الأورام للذهاب إلى دولة تونس لحصر جميع مرضى الأورام والعمل على خطة من أجل إرجاعهم إلى ليبيا. تسجيل ننصح كل المرضى أو محاربي الأورام بالإقبال على التسجيل وأخذ بطاقاتهم، لأن البطاقة هذه هي السبيل الوحيد أن المواطن يستفيد من الخدمات المقدمة من الهيئة، سواء كان دواء، سواء كان علاج إشعاعي، سواء كان عمليات جراحية. البطاقة عندها أكثر من ميزة، أنها معرفة على كل المستشفيات في منظومة واحدة، مربوطة مع صيدلية، مربوطة مع حتى التنقل ما بين المراكز مسموح به. هذا وقال رئيس جهاز دعم وتطوير الخدمات العلاجية أحمد مليطان، قال إن أدوية الأورام تم توريدها وسيتم إعطاؤها لمن سجلوا بالمنظومة. كما أكد مليطان في تصريح للأحرار أنهم بدأوا من اليوم أو أنه بدءا من اليوم غد الثلاثاء سيكون الأدوية متوفرة في مركز الإمداد وسيتم تسليمها لمراكز الأورام، مضيفا أن لجنة من هيئة السرطان ستتولى حصر أعداد المرضى، حيث تم إعداد قوائم بالذين يتلقون العلاج في تونس ومصر وتركيا لتسليمهم أدويتهم أو إبلاغهم بضرورة التسجيل. إذن للمزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف نائب رئيس مجلس الوزراء بحكومة الوحدة السيد رمضان أبو جناح. سيد أبو جناح أهلا وسهلا بك. إذن مرضى الأورام يتوزعون على كم بلد على غرار مثلا مصر وتركيا وحتى تونس، لماذا جرى هنا هذا القرار قضى بإعادتهم من تونس بالتحديد؟ بسم الله. سيد أبو جناح إن كنت في الاستماع تفضل بالمواصلة. سيد رمضان السلام عليكم. أولا تحية لكم ولقناة الأحرار ولكل المشاهدين اللي يتابعوا في هذه القناة. الحقيقة يعني ملف الأورام ملف معقد جدا، يعني من فترات سابقة ومن سنوات سابقة كان هذا الملف يعاني من مشاكل كثيرة. يعني حقيقة بعد تشكيل لجنة أمنية لمتابعة الوزارة، متابعة الملف وزارة الصحة ومتابعة كل ما يتعلق بهذه الأمراض، وأيضا تشكيل حكومة، تشكيل هيئة أورام وكذلك جهاز تطوير العلاج في الخارج، ومن خلال الاجتماعات متكررة واجتماعات يعني عدة لدراسة هذا الملف ولحلحلة مشاكل هذا الملف،
حقيقة توصلنا إلى حلول جذرية إن شاء الله. كل المشاكل التي كان يعاني منها المريض مرض الأورام نقول من خلال قناتكم أن هذا الملف بإذن الله سيتم حله نهائيا، وبداية من توفير علاج الأورام من غدا إن شاء الله. احنا أعلننا سابقا وقلنا من غدا إن شاء الله حتكون كل أدوية الأورام موجودة في مخازن الإمداد الطبي، وكل المراكز من خلال هيئة الأورام، كل المراكز بإمكان كل مواطن أو مريض لديه بطاقة إلكترونية بإمكان أن يستلم الدواء من المركز الذي مسجل فيه هذا المريض. يعني حقيقة بعد تشكيل لجنة العطاء العام وأيضا بمساهمة كبيرة من الشركات الوطنية اللي حييها من خلالكم من خلال قناتكم، نحييهم على كل ما بذلوه من أجل يعني توفير هذا الدواء للمريض الليبي. طيب أيضا سيد رمضان، طيب ربما هل سيجري في الأيام القادمة أيضا إعادة المرضى من مصر وتركيا كذلك بناء على الأعداد التي ستحصرها هذه اللجنة التي كلفتموها؟ ثم ماذا عن آلية إعادة المرضى، وهل ستكون إعادتهم بشكل طوعي أم ربما هم مجبورون أو يجب أن يعودوا باعتبار توفر الأدوية في الداخل؟ طبعا حنشكل لجنة من هيئة الأورام ومن جهاز تطوير العلاج بالخارج للذهاب إلى دولة تونس، لأن دولة تونس هي أكثر دولة يعالج فيها الليبيين. عندنا أعداد كبيرة جدا، حوالي 4000 مريض، سيتم إرجاع كل هؤلاء من خلال هذه اللجنة، لأن الأدوية ستتوفر لهم في ليبيا ويكون الدواء يعني موجود في جهاز الإمداد الطبي، يعني فلن تكون هناك سبب لذهابهم لتونس، لأن إذا توفر العلاج المناسب للمريض ما فيش حد يرغب أنه يذهب لعلاج في أي مكان آخر، يعني لأنه بيوفر عليه كثير من الأشياء الأخرى اللي هو السكن والمصاريف الأخرى. يعني إذا المواطن المريض وجد هذا العلاج في بلاده لا يمكن أن يذهب إلى أي دولة أخرى. يعني وإحنا إن شاء الله يعني بعد وفرنا هذا الدواء ستذهب هذه اللجنة كل من فيه إمكانية أن يرجع إلى ليبيا لعلاجه في داخل ليبيا، ستقوم اللجنة بإرجاعه لعلاجه في ليبيا. طيب سيد رمضان، ربما تحدثت حضرتك عن هذه المشاكل التي تواجه المرضى ربما في الداخل الليبي، هنا ما ضمانات أن تتوفر المعدات وأن تكون ربما الدولة قادرة على استيعاب هذه الأعداد وأن تصل إلى كافة المناطق؟ طبعا شوفي، الدولة يعني حكومة الوحدة الوطنية يعني في هذا العام بالذات، هو عام 24 هو عام الصحة اللي أطلقنا رئيس الحكومة. يعني دائما رئيس الحكومة في كل اللقاءات يتكلم عن العام 24 هو عام الصحة، وإحنا اليوم يعني عندما ننهي ملف الأورام ونقضي على المشاكل اللي تعيق ملف الأورام، هذه بضمانات الحكومة، يعني بضمانات الدولة من خلال العطاء العام ومن خلال توفير الدواء من خلال الشركات الوطنية اللي استجابت لتوفير العلاج وبأسعار يعني حقيقة أسعار مقبولة جدا، مش كيف ما يروج في الشارع أن الأسعار عالية جدا، هذا غير صحيح. الأسعار اليوم اللي الشركات الوطنية استجلبت بين هذا الدواء أسعار مقبولة جدا وزهيدة مقارنة بالسنوات الماضية. هذا الملف أصبح يعني ملف مهم وأصبح ملف شغل الحكومة الشاغل، أن هذا الملف لابد أن يقفل وأن تحل جميع المشاكل التي يعاني منها المريض مريض الأورام. لأن احنا يعني نبغى نرفع هذه المعاناة عن المريض، لأن المريض يعاني معاناتين، معاناة السفر والتنقل ومعاناة هذا المرض. يعني طيب المريض سيد بوجناح، الحكومة حقيقة يعني بذلت قصارى جهدها من أجل
أن ترفع هذه المعاناة عن المريض بهذا. طيب، وفي إطار رفع المعاناة، اسمح لي سيد بوجناح، المريض هل سيتلقى العلاج بشكل مباشر أم أن الإجراءات ربما تأخذ وقت؟ المريض حيتلقى العلاج بشكل مباشر، لأن الحقيقة يعني هيئة الأورام الآن بدأت في تفعيل منظومة الأورام، وهذه المنظومة يعني أصبحت الآن موجودة في كل مراكز في مناطق ليبيا، في سبها وفي بنغازي وفي مصراتة وفي طرابلس وفي يعني في صبراتة وفي كل المناطق اللي توجد فيها مراكز للأورام الآن في بطاقة. وأنا نحث من خلال قناتكم أن الأخوة مرضى الأورام أنهم يبادروا بالتسجيل وامتلاك هذه البطاقة، لأن هذه البطاقة هي اللي حتمكن كل مواطن مريض من 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 أن يستلم جرعاته وأدويته من هذا المرض. واضح، شكرا جزيلا لك على هذه الإيضاحات نائب رئيس مجلس الوزراء بحكومة الوحدة السيد رمضان بوجناح، شكرا جزيلا لك. أما الآن مشاهدينا فإلى جولتنا في الأخبار الرياضية رفقة زميل حمزة قديش، إليك حمزة. تفضل حمزة. شكرا لكم. تنطلق الأربعاء المقبل مرحلة إياب الدور الممتاز لكرة القدم بإقامة مباراة واحدة تجمع فريقي الهلال والصقور بملعب شهداء بنينة بمدينة بنغازي. مباريات الأسبوع الأول من مرحلة إياب المجموعة الأولى تستكمل الخميس القادم بإقامة مباراتين بملعب شهداء بنينة، حيث تجمع الأولى التحدي بالمروج والثانية الأهلي بنغازي بالأنوار، في حين تختتم مباريات الجولة الجمعة القادمة بمواجهتي التعاون والصداقة بملعب جدابية والنصر والأخضر بملعب شهداء بنينة بمدينة بنغازي. هذا وتنطلق مرحلة إياب المجموعة الثانية الجمعة القادم بمواجهة السويحلي والخمس بملعب النهر الصناعي بمدينة طرابلس. مرحلة الجولة الأولى من إياب المجموعة الثانية تستكمل السبت المقبل بإقامة ثلاث مباريات، حيث تجمع المواجهة الأولى أبو سليم والاتحاد المصراتي بملعب أبو سليم، والثانية يستقبل فيها الأولمبي جاره أساريا في ديربي مدينة الزاوية، في حين يستضيف الملعب الليبي الأهلي طرابلس بملعب النهر في المواجهة الثالثة. وتختتم مباريات الجولة الأحد القادم بلقاء قمة يجمع الاتحاد بجاره المدينة بملعب النهر الصناعي بمدينة طرابلس. وإلى أخبار التعاقدات، حيث قدم نادي الاتحاد اليوم لاعبيها الثلاثة الجدد الكونغولي جوان باليكي والفلسطينيين زيد القنبر ومحمود أبو وردة لوسائل الإعلام. وأشار نادي الاتحاد إلى أن اللاعبين الثلاثة سيمثلون الفريق خاصة مع افتتاح مرحلة إياب الدور الممتاز لكرة القدم الأحد القادم، حيث سيواجه الاتحاد جاره المدينة بملعب النهر الصناعي بمدينة طرابلس. يشار إلى أن الفريق الأحمر يحتل المركز الخامس في سلم الترتيب العام لفرق المجموعة الثانية برصيد 12 نقطة. يعني كنا أمل أنهم يقدموا الإضافة لنادي الاتحاد ويقدموا المرجو منهم، وإن شاء الله تكون المرحلة الجاية مرحلة أفضل للنادي. أشكر الشعب الليبي عامة وخاصة نادي الاتحاد، يعني ما حسيت حالي غريب في قلب قلعة نادي الاتحاد. بشكرهم كتير، بشكر رئيس النادي، أعضاء الفريق، الإعلاميين بصراحة، يعني الكل الجميع. إن شاء الله يعني نكون إضافة للفريق ونحقق أهداف الفريق إن شاء الله، يعني ربنا بوفقنا ووفق الجميع وتكون خطوة إن شاء الله ناجحة بكل تفاصيلها إن شاء الله. نادي الهلال مع اللاعب الموريتاني حمد طنجي لتعزيز صفوف فريقه الأول في مرحلة إياب الدور الممتاز لكرة القدم. إدارة الهلال نجحت في آخر ساعات فترة قيد اللاعبين في ضم طنجي الذي يخوض تجربته الثانية في الدور الممتاز بعد أن مثل ألوان الاتحاد في مرحلة ذهاب الموسم الحالي، حيث تعتبر صفقة طنجي الخامسة للهلال في فترة الانتقالات الشتوية، وذلك بعد ضمه في السابق للمهاجم النيجيري روبرت مينيزو والمدافع التونسي عزيز بن محمد والمغربي أسامة حفاري وإدريس صدرت. يدخل المنتخب الوطني لكرة السلة يوم غد الثلاثاء معسكرا تدريبيا قصيرا بمدينة طرابلس تحضيرا لمواجهتي المغرب ضمن تصفيات كأس إفريقيا للعبة. معسكر المنتخب الوطني الذي يقوده المدرب اللبناني فؤاد أبو شجرة يستمر حتى 11 من الشهر الجاري، ومن ثم تتحول بعثة منتخبنا الوطني إلى تونس لخوض معسكر قصير قبل المواجهتين اللتين ستقامان بالمنستير في 28 من شهر فبراير الجاري. هذا وقد استدعى مدرب المنتخب الوطني فؤاد أبو شجرة 13 لاعبا
لمباراتي المغرب المهمتين في التصفيات المؤهلة لكأس أفريقيا لكرة السلة لعام 2025. ونبقى في أخبار الكرة البرتغالية. اتعاقد الأهلي بنغازي مع المدرب الصربي إيفان جيرميك لتدريب الفريق الأول لكرة السلة في الموسم الجديد. الصربي إيفان جيرميك خلف التونسي منع معون الذي فسخت إدارة الأهلي بنغازي تعاقده معه بعد ظهوره غير المقنع صحبة بطل ليبيا في بطولة دبي الدولية لكرة السلة الأخيرة. هذا ويعود إيفان للتدريب في ليبيا بعد 17 عاما، حيث قاد حينها المنتخب الوطني للشباب لذهبية البطولة العربية للعبة في عام 2001. وصلت بعثة المنتخب الوطني للشراع إلى الكويت تأهبا للمشاركة في البطولة العربية التي ستنطلق يوم الأربعاء المقبل. منافسات البطولة العربية للشراع صنفي الأوبترسنت والليزر التي تستمر حتى 11 من فبراير الجاري تشارك فيها ليبيا بثلاثة رياضيين وهم ميار الوليد وعبد المهيمن عبد القادر والمعتز الممي. أعلن الاتحاد الليبي للشطرنج اللائحة الفنية لبطولة ليبيا المفتوحة للعبة التي ستقام بمدينة طرابلس في شهر سبتمبر القادم. المنافسات التي حددت إقامتها في فندق باب البحر بطرابلس ستلعب على مرحلة واحدة لتحديد بطل ليبيا، حيث سيسمح بتسجيل اللاعبين المصنفين في تصنيف الكلاسيكي فقط، علما بأن المنافسات ستقام بنظام سويسري كلاسيك وعلى أن يكون عدد الجولات 9 جولات وبزمن 90 ثانية عن كل نقلة. ختم جولتنا الرياضية لهذه الليلة، العودة الآن إلى الزميلين مروة ورافع. شكرا لك حمزة. أعلن مركز طب الطوارئ والدعم تورغا إصابة طفل جراء تعرضه لانفجار لغم أرضي في ضواحي المدينة. هذا وأفاد المركز عبر حسابه الرسمي بفيسبوك أنه يجري التجهيز لنقل الطفل للعلاج في الخارج نظرا لصعوبة علاجه في الداخل نتيجة للإصابات الشديدة التي تعرض لها على مستوى الوجه واليد. ومن جانبه أكد الناطق باسم جهاز الإسعاف والطوارئ أسامة علي للأحرار أكد إصابة الطفل ببتر في اليد وفقد للبصر بسبب الحادثة. إلى خبر آخر، حيث قالت منظمة الهجرة الدولية إن قوات خفر السواحل اعترضت 224 مهاجرا في البحر وأعادتهم إلى ليبيا ما بين 3 يناير والثالث 23 فبراير الجاري. وبحسب المنظمة يرتفع بذلك عدد المهاجرين الذين اعترضوا وأعيدوا إلى البلاد إلى 562 مهاجرا منذ بداية العام الجاري. وخلال الفترة نفسها أشارت المنظمة إلى تسجيلها غرق 8 مهاجرين وفقدان 73 آخرين. بحث وزير الحكم المحلي بحكومة الوحدة بدر الدين التومي وسفير الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا نيكولا أورلاندو وممثل السفارة الإيطالية جاكمو غارنوتسو سبل التعاون في مجال الصيد البحري والإصحاح البيئي وبناء القدرات والبحث العلمي. وشهد الاجتماع تقديم نبذة عن مشروع صيد الأسماك ومشروع السلامة البيئية وما يمثلانه من أهمية في تحقيق التنمية وإعادة بناء القدرات لتحقيق عائدات مالية للبلدية المستهدفة أو البلديات المستهدفة وهي 10 بلديات منها 5 بلديات ساحلية بحسب وزارة الحكم المحلي. هذا وأقامت وزارة الحكم المحلي احتفالية اختتام المرحلة الثانية من برنامج دعم البلديات الذي تدعمه المؤسسة الألمانية للتعاون الدولي. الاحتفالية التي حضرها وزير الحكم المحلي وسفراء ألمانيا والاتحاد الأوروبي تضمنت عرضا للمشاريع التي جرى إنجازها في 30 بلدية وذلك ضمن المرحلة الثانية من اتفاقية التعاون. ليبيا جيراننا والاستقرار في ليبيا يعني مهم جدا لكل أوروبا وخاصة لألمانيا، وهكذا يعني هذا البرنامج للدعم للمركزية وللحكم المحلي يعني جزء أساسي من برنامجها في التعاون والتنمية في ليبيا. الحدث هذا يأتي في ختام المرحلة الثانية من مشروع دعم البلديات اللي تقدمه الحكومة الألمانية عن طريق GIZ اللي هي المؤسسة الألمانية للتعاون الدولي هي اللي تقوم بالتنفيذ وطبعا بالشراكة مع وزارة الحكم المحلي.
اختتمت فعاليات الدورة التاسعة لرالي تيتي الصحراوي بمنطقة ودان، والذي تواصل لثلاثة أيام بمشاركة محلية ودولية. حفل الختام شهد تتويج المتحصلين على الترتيب الأولى في سباق فئة السيارات إلى جانب فئتي الكروز والرايتر. اليوم فرحتنا كبيرة بهذا الرالي، رالي تيتي، رالي ودان. الحقيقة اليوم ممكن عندنا فيه عدة أيامات وكانت مراحل مشوقة وتنافسات بين السائقين، والحمد لله نسأل الله السلامة لكافة المتسابقين، وكانت الجوائز قيمة الحقيقة كحافز ودعم للشباب أو السائقين، وكان حتى نسبة الجمهور كبيرة. حدث زي هذا الحدث يعني خدا ممكن إعلام كبير وكان حاضر وموثق هذا الحدث. افتتح وزير التربية والتعليم مسلم قريف ثانوية تاغوري للبنات بمراقبة إفرن بعد انتهاء صيانتها التي استغرقت عاما كاملا. ويضم أو تضم المدرسة 16 فصلا دراسيا بسعة 250 طالبا وطالبة. هناك بعض المطالب حقيقة من الطالبات بخصوص مواعيد الامتحانات وضيق الوقت في مواعيد الامتحانات، ستأخذ هذه المطالب بإذن الله تعالى في عين الاعتبار ويتم دراستها مع مصر التفتيش التربوي مع المركز الوطني للامتحانات لاتخاذ قرار بها، باعتبار أن لربما هناك الوعاء الزمني غير كافي لموعد الامتحان واستكمال المناهج، لأن احنا كوزارة التربية والتعليم أي قرار يؤخذ عن طريق الأضلاع التنفيذية للوزارة مصر التفتيش التربوي والمركز الوطني للامتحانات. هذا مشاهدينا الكرام نكون قد وصلنا إلى ختام النشرة. إذن ننتقل مباشرة إلى حوارية الليلة رفقة الزميل أزم علي. إلى اللقاء. دمتم بخير. أدى ارتفاع منسوب المياه في زليتن وبير الغنم إلى نزوح عشرات العائلات، فأين وصلت جهود معالجة الأزمة؟ بعد الفاصل.